شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس نظام التصعيد واقعة ادعى بها زميلنا احمد الجنوبي يوسفي للانتخابية. وهذا من النوع التأثير على المجرى الانتخابي. هذا اللي عانيها بلدنا كثرة التدخل في العملية الانتخابية. الدعاية الانتخابية حرة لا تمنع احكام القانون. لكن من يريد ان يؤثر على ارادة الناخبين او يوعدهم بورود نتيجة العملية الانتخابية بالحصول على اصواتهم ويشتغل صعب وعكس المواطن او حاجة المواطن يفترض انهم يحتاجون انفسهم. لذلك سيد الرئيس انا اعتذر عقوبات الاجابه الماديه هذه.